تاريخ الصراع الأرمني الأذري. في 5 أغسطس عام 1905 في مدينة باكو عاصمة أذربيجان الحالية، جرت أول الاشتباكات بين الأرمن والأذربيجانيين، وامتد الصراع إلى أجزاء أخرى من القوقاز. في 1918 دخل الجيش العثماني الصراع ضد القومية الأرمنية. دخل جيش الإسلام الذي أنشأه العثمانيون حديثا إلى باكو في أذربيجان، والتي كانت أرمينيا تسيطر عليها وقتها. ارتكب الجيش العثماني بقيادة نوري باشا المجازر في باكو، فذبحوا فيها حوالي 20,000 من الأرمن، وهرب من تبقى من الأرمن مع القوات البريطانية. في نيسان عام 1920 دخلت القوات السوفيتية أذربيجان، وبعدها بأشهر دخل السوفييت يريفان عاصمة جمهورية أرمينيا. فكان للاتحاد السوفيتي في عهد ستالين الدور الرئيسي في خلق وتأجيج نار الفتنة بين أذربيجان وأرمينيا، وذلك في اعتمادها على سياسة التفريق وإشعال نار الفتنة العرقية بين القوميتين الأذرية والأرمينية، لإشغالهم بالحروب بينهم وإضعاف قواهم التي كانت تثير قلق السوفييت. في 1923 قامت السلطة السوفيتية بضم الأقلية الأرمينية في كاراباخ إلى داخل حدود أذربيجان، وبحدود إدارية ترسم لتجعل كل ما يحيط بها أذربيجانيا. وفي المقابل قامت السلطة السوفيتية بجعل الأقلية الأذربيجانية في إقليم ناختشيفان معزولة داخل أرمينيا. منح السوفييت كاراباخ صلاحية شبه الحكم الذاتي، ليصبح الإقليم أشبه بالقنبلة الموقوتة داخل أذربيجان. بقي الوضع في كاراباخ متوترا، وطلب البرلمان بالانفصال عن أذربيجان والانضمام إلى جمهورية أرمينيا. تولت الأحداث بسرعة، وانفجر الوضع مرة أخرى في فبراير، وامتدت الحرب حتى 1994، أي بعد تفكك الاتحاد السوفيتي بثلاثة أعوام.